الحدائق النباتية أو جاردان بوتانيك، موضوعنا اليوم مع مارك بيروت بي نيتشر. صباح الخير مارك. هاي، كيفك اليوم؟ سبا، شو بدك تخبرنا اليوم؟ نخبرك قد ايه نحن عايزين منهم بلبنان بالأول. أكيد هيدي بنعرفها، صرنا سنين بنحكي. صح، 100%. هلا عم ببلش يعني يكون في كم جردان بوتانيك، انه صغير بس بده يضلوا كمان صغار، يعني تحت ال 2000 متر وهيك، والجردان بوتانيك لازم يكون كثير كبير. فقلت بنحكي شوي شو هن كيف بيكونوا ونعمل وين زياره. وين احلى جردان بوتانيك بالعالم؟ هلا ما في احلى يعني، في لا، لانه هن انه الكبار كلهم كثير حلوين. في اهم اثنين او حتى في لسته من اهم 10. هلا اكيد بكيو جاردن بلندن ما في بعقد يعني، وفي جردان بموريال كمان من الكثير كبار يعني، بيمتدوا على اكتارات يعني. هلا في كمان لستة معموله من احلى 10 بالعالم يعني، في مثلا بتايلند، في هلا انعمل شيء كثير خيالي كمان بسنغافور، وراح ينعمل هلا، بلشوا فيه كمان بعمان، كمان عم بيعمل شيء كثير حلو. ففي كثير بوتانيكال جاردن كثير كبار بالعالم. هلا كمان في بلدان عندها مساحات، في عندها قدره كمان، لانه جاردان بوتانيك بده يكون في وراه دوله، جامعات. تنفسر للمشاهدين شو يعني جاردان بوتانيك؟ إيه، لانه في كثير بغلطوا بين جاردان بوتانيك وبين بارك وبين جاردان بيبليك وبين هيل. فمثلا الجاردان بوتانيك هو يعني مثل حديقه بتنعمل، بس بيكون عندها تام. اكيد هو الهدف تبعه، هلا عم نحكي عنه، في عده اهداف. في واحده منهم انه اول شيء نحافظ على انواع من النباتات، فيكون من منطقه تبعنا وفيكون لا. يعني مثلا فيها نحن نعرف انه في نباتات عم تنقرض من العالم، بينحطوا بمطرح معين. يعني اهم شيء نلاقي له تام، يعني ما لازم تكون سلاد وخابصه، يعني لازم مثلا بجردان بوتانيك كبير يكون في مطرح الخيمه تبع الديزرت، وبقلدوا هون نباتات الصحراء، بحطوهم كيف لازم يكونوا يعيشوا. وحده ثانيه بتكون مثلا للبلانت تروبيكال، وحده فيها تكون عندها تام اكثر، يعني مثلا فيكون عن بلانت كارنيفور او مثلا اوركيدز. فهي كوليكسيون لنباتات، وفي بنشوف كل شيء، كل الانواع، اذا حسب شو حطينا نحن التام يعني. بس اهم شيء يكونوا جروبي، يعني واحد لما يوصل لمطرح لازم يعرف شو عم بشوف، يعني مش انه مثلا ما بعرف نحط بلحه مع صبيره مع ليمون، ما فينا نشكل. ايه، فلازم حسب التام 100%، يعني لازم نكون عندنا تام. هلا بقلب اوقات في بينما مثلا لما نكون عم نحكي بارك او جاردن بيبليك، بكون هنيك الهدف بس انه اوقات نروح نتمشى او نترك مثلا فوري كثير كبيره او حتى ريزيرف يعني نحميها. هون الهدف لا، فينا يعني في يكون بقلب جاردن بوتانيك نمشي. حاليا عم بيعملوا كثير ادابتاسيون، ما بتتخيل قد ايه في قصص فينا نعملها، بس الهدف الاساسي تبع جاردن بوتانيك هو نحافظ على نباتات عم تنقرض من العالم، نحطهم عندنا، نجي نشوفهم، يجوا مثلا الببليك يجي يشوفهم. يعني مثلا في جاردان بوتانيك بالعالم بيزوروا اكثر من مليون شخص بالسنه. هلا بنتعرف عليهم اكيد في الاسامي وهيك، 100%. اهم شيء دائما لازم يكون في كل الاسامي تبع النباتات مكتوبين. هلا هو عنده كذا هدف، يعني اهم الاهداف مثل ما قلنا انه نحافظ على النباتات عم تنقرض. في هدف ثاني اللي هو الريسيرش، يعني في علماء مثلا افترضي عم يشتغلوا على نبته معينه بس هي منها ببلدهم، فيها تكون مزروعه هون يدرسوها اكثر ويعملوا اكسشينج مع كمان بلدان ثانيين. فيكون الهدف تبعها هو توريزم، وفيكون الهدف هو كمان تعليم. يعني مثلا كذا جاردان بوتانيك بالعالم، تلاميذ المدارس بيجوا ليتعلموا عن النباتات. يعني اعطيك اكزامبل، فينا كثير نخبر للتلاميذ عن الايفوليسيون دي بلانت كيف بتصير، ولما نروح على بوتانيكال جاردن حاطين خيمه عن كيف تتطور النباتات، كيف بلشوا من الموس صاروا شجره، لما يشوفون قدامهم شو يقروا الاسامي وهيك بيكون كثير حلو. فمثلا انا مش من كثير كنت بكيو جاردن يلي هو اهم تقريبا بوتانيكال جاردن بالعالم، لما بتفوت عليه في اكتيفيتي ما بيخلصوا. مثلا شفت قدامي كل انواع الحر، من اقل نبته بتعمل حر لاعلى وحده بتشوفيهم اشال قدامك يعني. في رح نشوف هلا بصور شوي هيك تنحكي عنهم ونشوف شو هن هالبوتانيكال جاردن. تنقول انه عندهم كثير اهميه. مثلا اوقات الاوتري تبعهم فيها تكون هيك، يعني نحن عم نزرع كذا نبته بالاول. هون هالصوره بتفرجي لما يكون بوتانيكال جاردن كمان عنده مطارح معينه توريستيك، يعني بالاخر هن بدهم يطلعوا مصاري ليقدروا يضاينوا اكيد بهالبوتانيكال. او مش بس بدنا نروح لنتعلم، بدنا نشوف الجمال كمان 100%. هيدي شغله كثير مهمه. هلا هن
ما لنا كثير واضحه الاستوار تبعهم، لانه كل واحد بيقول انه اول بوتانيكال جاردن كان عنده بهذا البلد او هيك. هلا معروف تقريبا انه بلشوا بايطاليا وبفرنسا، اذا بدنا نقول كيف هلا هن، يعني كيف البوتانيكال جاردنز هلا بالعالم تقريبا بلشوا بهالبلدين. حاليا في اكثر من 1800 بوتانيكال جاردن بالعالم. هيدا الجاردان هو مثلا بتايلند، هونيك عاملين دتام، يعني في هيدا اللي عم تشوفه هي بتايلند، بس هيدا البوتانيكال جاردن تبع جاردان على فرنساز، يعني حاطين مع انه بتايلند يعني. ففي كثير بوتانيكال جاردنز بالعالم، مش كلهم يعني اذا بدنا نقول ريكونيو بالعالم، انه في قصص كثير صغيره بس، وفي اكيد لجنه ترعى كل هذا الشيء. والاهداف كثير كبيره، يعني كنا عم نقول واحد من الاهداف هو انه نحن عن جد مثلا نسوق لنباتات. يعني فيك اوقات بتسافر ل، يعني مثلا لنقول بدي انا اروح على اندونيسيا لشوف نبته ما بتطلع غير هونيك، في كذا بوتانيكال جاردن. انت بتعملها مش الفيلم؟ انا اكيد بعملها. بس في مثلا فينا نحن نجي نجيبها نخلق لها بهذا البلد الايكو سيستم يلي هي بتعيش فيها وبنصير بنشوفها. وطلع قد ايه في مردود مالي، مثلا في نبته وبتضحك خبري، يعني ريحتها كثير بشعه لدرجه بنشمها على بعد 800 متر. هيدا بكيو جاردن قدروا زرعوها، اسمها أروم تيتان. والناس لما بيعرفوا انه هي رح تزهر، لانه هي بس بتزهر 4 ايام بالسنه، بيعملوا فيل طويله عريضه بس تيجوا يتصوروا حدها. يعني شوفي قد ايه اذا واحد عارف بذكى نقعت لان هي كبيره، طولها 3 متر وزهره واحده. اذا نقينا اتراكشنز ببوتانيكال جاردن بطريقه ذكيه، فيها اكيد يعني تجيب مردود ماله يعني. بعدين والهدف الكثير كبير كمان هو الريسيرش، يعني كمان عم نحكي انه في مطارح بيعملوا كثير ابحاث لها علاقه بالبوتانيكال جاردنز. وحسب شو عم نعمل، مثلا بكيو عندهم معشه بأرباريوم حاطين فيها كل البذر تبع كل نباتات العالم. سو حتى في جين بانك، يعني اذا شي نبته انقرضت فترضى من العالم بيقدروا يرجعوا يردوها، لانه هن او زارعينها او حافظوا على البذر تبعها. وهيدي وحده من اهميتهم. يعني مثلا بلبنان فترضى انه عندنا نباتات هلا كثير عم تروح، يعني لازم شي مطرح يكونوا بعدهم مزروعين، اذا ما نتكل انه بس يضلوا بالغابات فيهم يروحوا. وهيدي الصوره كثير مهمه قديه للولاد، مهم انه نحن نعلمهم على النباتات من نحن من هن صغار، تبعدين يتعلموا يحترموا اكيد البيئه اكثر والطبيعه اكثر. والبوتانيكال جاردنز فيهم كمان يكونوا ثروه من ناحيه قديش يعني نحن عم نحافظ على نباتات، عم نحط اكسجين، يعني شغله كثير مهمه. وشغله كثير بننسيها بالبوتانيكال جاردنز لما نخلقهم هو قديه نحن بنشغل عالم جواتهم، لانه بدهم كثير يعني ناس يهتموا فيهم، موظفين، ان كان للسقايه، ان كان للزراعه، ان كان حتى بالريسيرش. يعني في يعني شغله كمان كثير مهمه على مستوى منطقه لما اكيد يعملوا بوتانيكال جاردنز. هلا فرجه بس هيك كمان قد ايه عم بتصير فيتوريستيك البوتانيكال جاردنز. هيدا الشيء اسمه ايدن بروجكت، صار بكورنل بانجلند. المعمول هو بوتانيكال جاردن نفس الوقت عم جربوا يفكروا كرمال التنميه المستدامه لبعدين. يعني هون اخذين هيدا الابحاث، وهون عم نطلع كمان على بوتانيكال جاردن عم ببلش ينفتح كمان من اهمهم يعني بالبلدان العربيه. سو لنشوف قد ايه يعني بيقدروا اكيد يكون البوتانيكال جاردنز كثير كبار. هلا انا نقيت كم بوتانيكال جاردن نروح نشوفهم. يعني اهم شيء اكيد بيناتهم يعني بوتانيكال جاردن تبع واشنطن. بس هون تخبرك شيء، انا وقت رحت زرته تعلمت شغلتين. اول شيء انه ما في ولا بنايه بتطلع فوق مجلس النواب عندهم، يعني لانه تيفرجوا انه الشعب هو اهم من كل شيء. ثاني شغله، اكبر بنايه بتعلى طلوع ممنوع حدا يعلى فوقها اذا بدنا نقول هي وزاره الزراعه، ليذكروا الامريكان دائما انه هن اصلا كلهم مزارعين وهو زراعه قدامهم. فمن بعد البوتانيكال جاردن علمتنا شغله، ايه شغله كثير حلوه لما تشوف فيهم هونيك. يعني فالبوتانيكال جاردن بواشنطن اول شيء بتروحي مثلا هيك هيدي القطره، من بعد ما تفوتي في قصص كثير حلوه. يعني مثلا هيدي شفتها قدامي هيك، كانت عاتل الكافي بلانت، بعدين مثلا البلانت اللي بتعطي الكاكاو. سو تخيلي قد ايه حلو لما واحد يشوف هيدا النباتات قدامه. بعدين في خيمه هن عاملينها ليحطوا كل التروبيكال بلانتس يلي هن عم ينقرضوا. واكيد هيدا مثلا هالخيمه بدنا نخلق لها ميكرو كليما، يعني ليك شو حلو تكون عم تقطعي بتشوفي كل هالنباتات. مثلا هيدي خيمه بتفسر كل البلانت كيف بلشوا كيف صاروا ايفولوشن تبع نباتات. هيدي خيمه الاوركيدز، فشوف اوركيدز كيف ما كان. هيدا انا، فليك هيدا حلو.
خيمة أوركيد طويلة عريضة فيها أنواع أوركيد كلهم بالعالم بتشوفيهم هيك قدامك يعني وكثير حلوة. شي بياخد العقل. 100%. هلا بوتانيكال جاردن تاني كمان بشنبرن يلي هي بالنمسا. هلا هونيك منو بوتانيكال جاردن لوحده يعني اللي مش رايح هذا المطرح لازم يروح، أنا هونيك قعدت أربع أيام ما خلصوا لأنه في واحد من أهم 10 زو بالعالم وفي قصر بيشبه قصر فرساي، في كثير قصص بينعملوا. فهونيك في حدائق بتعقد عاملين اتراكشنز كمان زياده على هذا الشيء، في مطارح في واحد يمشي تحتهم لهيدا البلاطيت وهيك، بعدين عاملين لابيرنت. بهيدا اللابيرنت ليك قد ايه حلو، بتقطعي كل مطرح في مثل اتراكشنز لاولاد صغار بقلب اللابيرنت، يعني مثلا بار اكزامبل نفرج واحده منهم في كان نوع ازاز محطوطين جوا بيعملوا ديفورماسيون للاشكال، يعني مثلا بتبين اطول بتبين اقصر، فهيدا بذات المطرح. وهيدي واحدة إذا بتطلع بالصورة هيدي كتير مهمة لأنه هول الخيام كيف خلقوا، هول بسمون قبل أورانجري بالزمانات كانوا بتعرف الليمون والحامض ما بيعيشوا بأوروبا لأن في كتير سقعة، كانوا يجيبون بلدان كتير كبيرة مثل مثلا من الصين من الفلبين وهيك. سو أول خيام خاصة بفرنسا حد فرساي عملوا بيشبهوا هاي الصورة يلي هن كانوا معمولين ليخلوا الليمون والحامض يقدروا يعيش بهالبلدان. بعدين خلقت الخيام البلاستيكية. سو هول الأورانجري لما واحد بفوت على قلبهم هون مثلا عملوا بعدين بقلب، يعني تصور ان احنا بالنمسا يعني البلد السقعه فيه بتوصل مثلا ناقص 30 ناقص 40 صح. عملوا هيدي الشغله اللي هي جاردان دو ديزير بقلب النمسا، سو فيها كل نباتات بتشوفيهم يلي بيعيشوا بالصحراء. بس مش بس بقلبه لهيدا البوتانيكال جاردن هون منقيين لعصافير وبتفوت انت بتقعد بصير تصوريهم يلي بيعيشوا مع كل واحد من هالكاكتوسات. فبتشوفيهم قدامك يعني هول الصور وقت صورتهم بالنمسا ستشوفي قد ايه حلو. وهيدا مثلا هيدا البلانت بدك تسافري بس على ناميبيا لتشوفيها محطوطه هونيك، فتشوفي قد ايه واحد في تعلم ما يكون بده يشوف هيدا النباتات يعني. سو هيدا كمان افرجيك انا كنت هونيك. هلا بعدين رح نروح على اهم جاردن بوتانيك بالعالم يلي هو كيو جاردن. بس هيك تاخذي فكره الاكتار هو 10000 متر مربع، كيو جاردن هي 121 اكتار. شوفي قد ايه كبير كيو جاردن. بقلبها اكيد يعني كمان كثير حلو، ستيفاني متر كمان فرجيك هالصوره من بتشوفي قد ايه حلو كيو جاردن. ويلكم تو كيو جاردن. 100%. هي البوتانيكال جاردن تبع اكيد الملكه بانجلند، هو الاهم بالعالم. في بقلبه مطرح فيك تمشي من فوق لتشوف الشجرات من فوق، يعني هيك كيف تشوف الكانوبي من فوق. هلا اذا ما نحكي عن كيو جاردن بدنا حلقات ما بتخلص، بس انا قاعد بس احكي عن هذا الشيء يلي سموه تيمنا بليدي ديانا اللي هو اسمه الكونسرفاتوري تبع برنسس اوف ويلز يلي عم نحكي عن ديانا، يلي حطوا فيه نباتات اللي عم تنقرض من كل العالم. سو مثلا لما واحد بفوت اول شيء بشوف مثلا الليتوبس يلي هن بتطلع جوا هون بتفكريهم احجار، هن هول نباتات. واو. سو هول النباتات يلي هن مثل بيشبهوا الاحجار 100%. بس مش بس كمان عم بعملهم بسرعه بس ليأخذوا فكره المشاهدين قد ايه حلوين بوتانيكال جاردنز قدام نتعلم كمان هون عن الصحراء. بعدين هول البلانتات اللي بيعيشوا على الشجر، سو كمان عندهم كوان تبعهم. وبعدين شغله كثير حلوه يلي هي الجاردن اكواتيك اللي بنحط عليهم بيبي 100%. سو هون عم نشوف هيدي الصوره يلي في البلانت اكواتيك يلي مثلا بتشوفيهم كيف بيقدروا يكونوا موجودين هون، عم نشوفها عن قريب اكثر وهيك. بعدين يعني تتخيل قد ايه حلو يعني هون بيتحملوا تقل بيبي مره جايب صوره 100%. سو هيدي البلانت اسمها فيكتوريا امازونيكا، ما عم بحكي عنها بس انه عم نفرجها شوي قد ايه حلو يعني. فما بتتخيل قد ايه فينا نتعلم بهذا الجاردن. كان في كثير قصص حلوه بالبوتانيكال جاردن بكيو. كان في مثلا هيدا كنت عم خبرك عنها قبل، هيدا البلانت يلي هي الايروم تيتان يلي ليك بس تاخذ فكره عن كبرها قد ايه فيها تكبر، وبعدين قد ايه لما نكون نحن الشخص ده بيكون حدها فتشوفي كبره. سو هيدي مثلا هيدي النبته لما بتزهر يعني بخبروا انه رح تزهر بعد يومين بعد ثلاثه، الناس بتصير تحجز لتفوت يعني. في مثلا هيدا كان قلك عنا قبل، هيدا الشتلات الحار من الاصغر للاقوى كلهم حد بعضهم، وبعدين في دواء هلا اكيد مثلا جابي يمكن بيعمل انا مثلا ما في اعمل هذا الشيء. بيرجع كمان بكيو جاردن، رحت على مطرح كثير حلو يلي هو الارباريوم تبعه. سو هو بيعتبر اكبر ارباريوم بالعالم. شوفي بس انه جوا
بقلب هذا الشيء في البذر تبع والشتل تبع كل نباتات العالم. So, سارة هي بتشتغل بالبوتانيكال جاردن تبع كيو. فبتشوف يعني سارة مثلا عامله كتاب عن كيو، عامله كتاب عن التوكسيك بلانت تبع العالم كلهم، يعني هي بتشتغل دائما هون. بتشوفها بس تاخذ فكره عن كبره لهذا شو عن شو عم نحكي. هون من جوا لما بنفوت عليه كل خزانه هون، هلا رح نفتح خزانه نشوف قديه بيطلع، يعني هذا كله هون تفتحي بكل واحدة فيها الكراتين، فيها البلانتات كلهم يلي شو عاملين؟ حافظين عليهم ولا منشفينهم؟ منشفينهم، حاطين بذراتهم على جنب، كل واحدة في اسمها اللاتيني. وبعدين كيف الواحد بده يحفظ ليحفظ يعني؟ هون اكيد مستحيل. هون عم تشوفيهم هي البرايفت كولكشن تبع داروين. داروين كمان قبل يعني وهب كل كولكشن تبعه لكيو جاردن. سو بتشوفي قد ايه هذا الشيء يعني قد ايه حلو. شو الهدف من الاربريوم؟ لانه لحد هلا نحن مثلا بعدنا بنكتشف نباتات واوقات ما بنعرف نسميهم. سو يمكن كنا مفكرين انه هيدا نبته لا منا مهمه، سو ببعثوها على كيو جاردن ليشوفوا اذا في مثلها لانه تيقرنوهم. نفس الوقت اوقات تشوف يمكن انت بتكون مفكره بلانت انه واو كثير مهمه، بس بيطلع انه في منها بغير بلد. سو هي معموله لاكسشينج للعلماء النبات بالعالم ليعرفوا عن النباتات تبعهم. نفس الوقت في سيد بانك كنا نقول، وحتى في كثير اشخاص اشتغلوا من لبنان بعتوا سيدز على كيو جاردن، يعني هي كثير شغله مهمه كيو جاردن. سو بس عم بكمل هيك تنشوف قد ايه حلو، يعني قد ايه في صور بهالمطارح، يعني تشوف قد ايه بوتانيكال جاردنز فين يكونوا حلوين بالعالم. رح نعمل هيك جوله كثير سريعه. هون اللي عم نشوفها هو البوتانيكال جاردن تبع بروكلين يلي بيمتد على 21 هكتار. هونيك بيجي عليه 900,000 زائر بالسنه، تتخيلي قد ايه مهم هالبوتانيكال جاردن. هون عم نشوف بوتانيكال جاردن تبع سنغافور يلي هو 74 هكتار. هون في 20,000 اوركيد موجودين بهذا المطرح. نوع ولا لا مش نوع، في يعني 20,000 اوركيد كبلانت، يعني غير انه فينا نزور مطارح اكواتيك مثل ما هون عم نقول. حتى في بقلبه شيء اسمه جينجر جاردن، في رين فورست جاردن، في كثير مونكيز بهذا، يعني مش ضروري يكون بس في نباتات. وهي كثير مشهوره لانه فيها شيء اسمه تشيلدرنز جاردن، يعني مطرح الاولاد فيهم يروحوا يلعبوا. هذا من اهم بوتانيكال جاردنز بالعالم. واحد بيروح بكسدر وبيتعلم كثير قصص، يعني هيدا من المفضلين انا عند البوتانيكال جاردن عم نشوفه يلي هو ببرلين يلي كمان كثير كبير، في 22,000 نبته 43 هكتار. ورح ننهي ببوتانيكال جاردن تبع كيب تاون كمان كثير كبير، من اهم بوتانيكال جاردنز. هيدا اسسوه بال 1913. سو ان شاء الله نكون هيك خدنا فكره. Thank you, merci Mark. Have a nice weekend. مشاهدينا وقفة ومنتابع live.